الخميس 27 ديسمبر 2012، مرحبا بكم في نشرة ليجينيول دو مغرب. أربع أيام ما زالوا يفصلونا على العام الجديد، إن شاء الله يكون مبروك عليكم كيما عام 2012. وكيما تعرفوا ليلة رأس العام كل تونسي عنده بروغرام وسهرية. زعما كيفاش السياسيين متاعنا باش يعديوا ليلة رأس العام وفين باش يسهروا؟ هاو باش نسألوهم بالواحد بالواحد. أيوا فبحيث يا حسن، هاي سيدونا قامت من توا تحرك في الكوجينة باش تعمل لنا كوع مصلي في الكوشة وبوها بالبشاميل هنفور. وبالنسبة لجو السهرية، هاني بعثت هكل وليد القصاص هكرا زوز أفلام دي في دي. الفيلم الأول رد قلبي امتاع شكري سرحان ومريم فخر الدين يرحمهم. وقت اللي تصور الفيلم هذا عندي كيما توا قاعد بحذا برقيبة نركع فيه على الوزارة الأولى هو رفز. والفيلم الثاني هو الصعود إلى الهاوية امتاع مديحة كامل وجميل راتب، خاطر اسمه يفكرني في الحكومة توا. يا حسن والله فرحانة ياسر انه هذا ثاني راس عام باش نعديه في الدار. يا حسرة نتفكر عميل تالي نبدأ وحدي في الدار وحتى بجنبي كويتر وحمى يونس فيا. نبدأ في بيت سالة ناكل في الجاتو وحدي وهو في السيلون ياكل فيش كتب من ربي. يبدأ يسيح هارض يا بيبي هارض يا بيبي. أما رأس عام السنة باش نفرح بيه ونعمل له بنجل باللوز ومترقى في شكل قلب مزيان كي قلبه. وانتي سي حما شنو تعمل عاد؟ هاي مدام راضية عملت لك جو عالمي. يا ولدي ورأس العام السنة لقط ولا منجل باش نهز راضية نحوس بيها في اللافنيو قدام وزارة الداخلية باش نحس رأس العام كيفاش احساسه وانا مانيش في الستيام. وبعد نخطف روحي نريد مرساي سويعة من زمان ونحس روحي نايب في التاسيسي. مرحبا بكم من جديد. رأس العام ما يقتصرش كان على السياسيين بركة، حتى المواطن التونسي عنده بروغراماته في المناسبة هذه. ومعنا في البلاتو الخبير الاستراتيجي سي صالح وحلة باش يحكينا كيفاش التونسي يرى المناسبة هذه. يا السلام عليكم. شنو سي صالح هاك من توا بديت تحتفل انت؟ يا ودي هذاك فصل شهري اش عندك ريت؟ يعني نرجع لك لسؤالك اونسي كونسيرنون التونسي والريفيون، هي معروفة الحكاية. الرجل ما يبعث المرأة للدارمة يتهنى عليها ويجيب لي سامبلامي متاعه للدار ويعمل عيد ميلاد، ثم يجيب ملذة وطاب من القوارير والكمية، وكان ملقابية وين أكل يدورها السنتول. أسمع، وبالنسبة لنا احنا توكلية زعمة لي سيني باتير عرفت كلي عزيب. يا ودي نكريو سامبول نبطل الحمامات. أسمع ونصر هكايا قدام البواطة فما ما كي يشوفوا جون النيرة هذية ما يدخلوا الناس زوتوماتيك ما الحكاية. عاد نصر قدام البواطة وكي نروحوا فما نكتبوا على الفيسبوك سواري ونوبليابل على كاليبسو كيما يعملوا الفياسة هذكم. اسمع سينو هكا سارية في الحومة تبدا كي كلي في راس الناس كله وخيان هكا تبدا كلي تحب بعضها من الاول وتوفى في المركز على التبادل العلف والفاض النية. يا بابا مرحبا بكم من جديد. سنة 2012 اوشكت عن نهاية وربي كملها على خير. لمينا لكم اهم الاحداث اللي صارت فيها في هذه النشرة. توب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوافيكم مشاهدين الكرام أهم الأحداث التي وقعت في تونس خلال سنة 2012 الذي نرجو من الله أن لا يعيده علينا إذا كان الخير واليمن والبركة كما هكا. هذا وقد كانت سنة 2012 مليئة بالأحداث الرياضية والفنية وخاصة السياسية، حيث أصبح لدينا في تونس 11 مليون محلل سياسي. بدأنا سنة 2012 بإطلاق سراح كنال الحرية من قفص السيد المنصف المرزوقي، الشيء الذي لم ينل إعجاب البيروش والبزويش والمقنين وبعض الدواجن التي لا تزال إلى حد الآن مسجونة وتطالب بحريتها.
ونبقى مع السيد المنصف المرزوقي إذ كان الرئيس الوحيد على وجه البسيطة الذي كرم الموت ورماهم مورودا. لكن للأسف عندما تحول إلى سيدي بوزيد رشقوه حجرة هو وصديقه بن جعفر وأعطوه طريحة كما أكلها القصاص في قليبيا والباجي في جربة. الحدث الأبرز في سنة 2012 هو الاعتداء على سفارة أمريكا والاكتشاف الرائع لخطة استنيناهم من قدام جاونا من تالي. أيضا بدون أن ننسى غزوة المنقلة والأبطال الذين استطاعوا أن يهاجموا الوقت دون الإطاحة بعقارب الساعة. أما فيما يخص المستوردات فقد حظي كبش رومانيا بترحاب كبير من قبل المواطنين على غرار حليب سلوفانيا، أما الإعانات فكانت قطرية بحتة بدءا بالسيارات مرورا بكشكول جبالي وصولا إلى الرش الرفيع الذي استمتع به أهالي سليانة، والحمد لله لم نعثر على جثث في حالة وفاة. ومن بين عناصر التصفيق التشويق الذي حدثت في 2012 هو القبض على صخر الماطري سهر الرئيس المخلوع في دولة من دول السيشيل، وهذا كما قال السيد رفيق عبد السلام. ومن ناحية أخرى سجلت السنة الحالية هطول أمطار هائلة مما تسبب والحمد لله في فيضانات لم يشهد لها مثيل، كما شهدت صائفة 2012 ثاني أعلى نسبة في درجات الحرارة بعد الشهيلي في المجلس التأسيسي. ومن أهم الإنجازات في سنة 2012 هي مشروع انقراض الورقة النقدية من فئة 30 دينار واستبدال ورقتي 20 و50، كما شهد القطاع الفلاحي حركة جدية إذ ولأول مرة في التاريخ أصحاب الشهائد العليا يجنون الزيتون. ودائما في الإنجازات فقد تم مؤخرا عرض المسروقات للرئيس المخلوع وزوجته بحضور عدة وجوه سياسية على غرار صالح وحلة، شلبية دهم، فرجاني نازلة، نور الدين مقرونة. أخيرا وليس آخرا هذا، وقد شرعت الحكومة في بعث نادي لم يسبق له مثيل على مر العصور ألا وهو نادي الشهيد. هكذا نصل إلى نهاية النشرة، نرجو أن ننسى سنة 2012 ونقول لسنة 2013 سيسي علينا وخيتي رانا زواولة. نظم مواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية وقفة احتجاجية أمام سجن المرنقية لإخراج بعض ذوي السوابق العدلية لتحرير منجي والدليلة تروتوار ورضا كونستا ولطفي والشنقالة وبشير غلاسون. والشنقالة سوبيتير يا الحكومة ليبرتي، والشنقالة سوبيتير يا الحكومة ليبرتي، والشنقالة سوبيتير يا الحكومة ليبرتي، والشنقالة سوبيتير يا الحكومة ليبرتي. يا ولدي شفت هذه الكل ديبلاسينا من كابل تراب الجمهورية لنصرة اخواننا في حبس المرنقية، اللي مرسكي مرسكي واللي نطر بيجو واللي خلع دي ماكس، يا ولدي نورمال يخلص وحلو لسعد فتال يا اخي شنية هو اللي عمل واخذين له اقوال وهو الراجل مقلع الشيخ الطحكي معطيني له براكاج مترو في النصر ينطرنو النصر فيه مترو. يا ولدي جن نحكي معك كلمتين، ايش بكم توصلوا لنا صوتنا اخوي خطر ما عناش تلفزة دي الوقفة هذية ديديكاس لعلام البار وصحافة الكونتوار فهذا واسمع وعندي دوزة كليها من حب نقوله يا اخي ناس بالقلاصون وناس سيك يا اخو منجي والدليلة ترتوار فهما تحب نقول حاجة فهمت عندي كان حب نقولها اللي قاعد يصير في حبس المرقي مش وبيهي فهمت وعادة حليمة لغتها القديمة يا اخي شنين عمل هو برسمك شنين عمل مرش نوار فتح النهار ودي خد نهار ما فيه عار روبي وش عاجبني هالقضاء يخلص وحري ذاك وصا. في الجزائر وبعد مغادرة أحزاب المعارضة لخطاب فرانسوا هولاند للبرلمان بغرفتيه اجتمع ولد قابلية بسيبو جرة وبالخادم لإيجاد حلول حول هذا المشكل. نشوفوا مع بعضنا الاجتماع هذا. يا جماعة الخير راكم عارفين باللي هولاند راهو جاب مشاريع كبيرة للجزائر وخاصة مشروع رونو للسيارات اللي دخل فيه أكثر من 10,000 عامل. إيه أنا على قلت أعطوني 5,000 منصب شغل للمناضلين تاعي راني بديت الريب في الحزب. شفت كيف صاحبك يشوف في إصلاح وإصلاح البلاد يا أبو جرة، ما تقسيش راسك. ما لا نطلب من رونو يخترعونا سيارة اسمها رونو باردو
خاصة بالجزائريين. راك دايرنا حجرة في الصباط. اسمع يا بوشرة، هاو مسيو هولوند عاد يفتح فيزا للطلبة الكل ويطلع على قضايا المهاجرين باش يسووا لهم الوضعية تاعهم. هذه فكرة مليحة، على الأقل المناضلين تاعنا يزيدوا ينشطوا ويعودوا يفوتوا هنا وله. شفت اللي يفهم يا سي بوجرة؟ لا 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 لا، أنا أطلب الاعتذار والسماح للشعب الجزائري، وعلى الأقل يديرونا كولوار في المطار شارل ديغول خاص بالجزائريين، ويديرونا لافتة مع الدخلة فرنسا تطلب الاعتذار. يا بوجرة وليدي راك كبير في السياسة، هيا غدوة كون ديرك المرادية سفير في فرنسا. كيف هتدير وانت غير لازق بالاعتذار الاعتذار الاعتذار؟ اسمع اسمع يا صاحبي، ابقى على كلمتك واخطاك من السفير. استنى استنى يا بالخادم. يا سيدي ديننا دين تسامح ومحبة وإخاء، على هذا نديروها صافية حليب وعفى الله عما سلف. صحيت صحيت يا وليدي، هاك راك بديت تكبر في عيدي. هيا نخليكم ونعاود نتلاقاو فيما بعد. هيا السلام عليكم. وهكا نوصل نهاية حلقة.